منذ قليل فاز المنتخب الوطني لكرة اليد على نظيره البلجيكي في مستهل مشوار الفراعنة في الدور الرئيسي ببطولة العالم اللي بتقام في السويد وبولندا، وتأهل المنتخب المصري بتصدره المجموعة السابعة بفوزه على منتخب كرواتيا ثم المغرب ثم الولايات المتحدة الأمريكية في منافسات دور المجموعات. ومن المقرر أن يلتقي منتخب اليد نظيره البحريني في السبت في 4:30 عصرا في تاني لقاءات هذا الدور، وأخيرا منتخب الدنمارك هيكون يوم الاثنين في 9:30 مساء. هي المنتخب المصري كالعادة بيؤدي وبيتأهل للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد في بولندا والسويد بالعلامة الكاملة بالدور الأول بعد ما فاز على الثلاث منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا. ونجح كمان المدير الفني الإسباني للفراعنة روبرتو جارسيا في التكشير عن الأنياب في ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية بتعطي للاعبين الثقة. مزيد من التفاصيل مع ناقدنا الرياضي الأستاذ حسام زايد. أهلا بك يا أستاذ حسام. أهلا وسهلا بحضرتك، ومبروك طبعا للمنتخب المصري ومبروك للفراعنة. ويمكن الحقيقة دايما أداء المنتخب المصري في كرة اليد هو أداء متوقع بأنه هو يكون مبهر، ومتوقع دايما أن هما بيحققوا نتائج إيجابية كثيرة، لكن هل بقى ممكن هذه البطولة أن المنتخب المصري يتوج باللقب؟ تمام. طبعا في البداية بتفق مع حضرتك في الكلام ان منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة، منتخب مصر لكرة اليد تحديدا، رفع سقف الطموح عن الجمهور في مصر وسقف الطموح عنده كمنتخب وكلاعبين. المنتخب تطور بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، عندنا مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، تقريبا 8 لاعبين في مختلف المراكز، فبالتالي المنتخب وصل إلى مرحلة من النضج إن هو أصبح من ضمن 5 منتخبات مرشحة لحصد اللقب. ده كلام واقعي وكلام منطقي، بنتكلم على منتخب الدنمارك حامل اللقب، منتخب فرنسا، منتخب النرويج، وبيجي معاهم كمان منتخب مصر من ضمن المنتخبات المرشحة إن شاء الله إن هو ينافس على اللقب بقوة. ودعنا خلاص مرحلة التمثيل المشرف والاكتفاء بالتمثيل المشرف، اخر بطوله شاركنا فيها كانت البطوله اللي اقيمت في مصر 2021، خدنا المركز السابع. طبعا كلنا نتذكر المباراه الشهيره القويه امام منتخب الدنمارك اللي خسرناها في دور الثمانيه، لكن اعتقد المره دي ان شاء الله يعني طموح مختلف ونضج كبير جدا لمجموعه من العناصر الشابه اللي كانت بتشارك لاول مره في بطوله مصر اللي كانت 2021، فبالتالي ان شاء الله باذن الله خطوه خطوه واخدين الامور خطوه خطوه. طب يعني رايك في اداء اللعيبه، يعني خاصه ان احنا شفنا في المباريات اللي فاتت يعني فارق كبير من الاهداف، يمكن المباراه امام بلجيكا كان اعتقد الفارق كان 5 اهداف مظبوط؟ بالظبط. يعني بالضبط. وهو فارق يعني مريح يعني، فاداء اللعيبه هل بالفعل شايف انه يقدروا ان هم يصلوا الى يعني ابعد مرحله في هذه البطوله؟ بالفعل بالفعل، يمكن حضرتك واحنا يعني بنتكلم دلوقتي في مباراه في نفس المجموعه، مجموعه مصر ما بين كرواتيا والدنمارك، وكرواتيا اللي احنا كسبناها فرق 9 في اول مباراه في البطوله، فرق 9 اهداف، كرواتيا عامله يعني مباراه قويه جدا مع الدنمارك ومتقدمه عليها فترات كثيره، وحاليا المنتخبين متعادلين في الاهداف والمباراه السجال ما بين الفريقين، فده مؤشر برضو انه منتخب مصر لا منتخب قوي، منتخب مصمم، بدليل انه حتى المباريات الاربعه اللي لعبناها لغايه دلوقتي رجل المباراه في نهايه كل مباراه بيكون من منتخب مصر، لاعب من منتخب مصر، ده دليل على انه منتخب مصر في جميع العناصر منتخب يعني ما فيش حاجه طبعا لمرحله الكمال، لكن منتخب شبه متكامل على مستوى العناصر الفرديه وايضا على مستوى اللعب الجماعي، منتخب وصل من التجانس مع المدير الفني الاسباني روبرتو باروندو لمرحله متقدمه جدا من التفاهم مع المدير الفني، زي ما قلت لحضرتك يعني بخطوه خطوه المنتخب فعلا خطواته ثابته وهاديه. اهم مباراه بالنسبه لنا في وجهه نظري مباراه الدنمارك اللي هتكون يوم الاثنين بنسبه كبيره، لو منتخب الدنمارك النهارده كسب كرواتيا هتكون هي مباراه تحديد المركز الاول والثاني في المجموعه، ودول اللي بيتاهلوا مباشره لدور الثمانيه، لكن هيحدد مين المنافس لينا في دور الثمانيه، احنا عايزين بقدر المستطاع نبعد عن منتخب السويد في دور الثمانيه لانه هو طبعا
صاحب الضيافه وصاحب الجمهور، لكن في كل الاحوال انا واثق انه لاعبتنا ما عندهمش خوف من اي منافس ان شاء الله في البطوله. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري. انا بشكرك طبعا شكر جزيل الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي، كنت معي عبر الهاتف.